بالواقع يمكن كنا عم نحكي كثير من الاشخاص نارمين بيكون عندهم استعداد لتشكل الحظ، وكثير عم نسمع هي المشاكل الصحيه. صحيح. اليوم بدنا طبعا نحكي عن هذا الموضوع ونعرف الالم او اللي بيعانوه، الاعراض اللي بيعانوها، وايضا ابرز الاسباب اللي بتؤدي لتشكل الحصى، كيف رح يكون العلاج. لكن قبل ما نستقبل الدكتور بالاستوديو، خلونا نروح ونتعرف بهالتقرير عن هالمرض. حصى الكلى هي كتل صلبة صغيرة في الحجم، تتكون من بلورات ناتجة عن ترسب المعادن والأملاح الموجودة في البول بنسب أعلى من معدلاتها الطبيعية. تتشكل بشكل رئيسي في الكلية، إلا أنها يمكن أن تتشكل في أي عضو آخر في الجهاز البولي. وبالواقع أن لحصى الكلى أنواع مختلفة، ولكل منها أسباب متعددة لتشكلها. ولعل من أسباب تكون حصيات الكلى هي النظام الغذائي، زيادة الوزن في الجسم، وبعض الحالات الطبية، وبعض المكملات الغذائية والأدوية، ويمكن أن تصيب أي جزء من المسالك البولية. يمكن أن يكون خروج هذه الحصى مؤلماً للغاية، لكن لا تسبب في العادة ضرراً دائماً إذا اكتشفت في الوقت المناسب. وبناءً على الحالة، قد لا تحتاج لإخراج الحصيات إلى أكثر من تناول مسكن للألم وشرب الكثير من الماء، لكن في حالات أخرى إذا استقرت في مجرى البول أو اقترنت بحدوث عدوى في الجهاز البولي أو تسببت في حدوث مضاعفات على سبيل المثال، قد يلزم إجراء جراحة. للإضاءة بشكل مفصل على هذا الموضوع، خلونا نرجع لاستديو صباح نغير وضيفنا الدكتور أحمد دراج، أخصائي بأمراض المسالك البولية. زينب، مثل ما ذكرنا موضوع بهم كثير من الأشخاص وصار شائع بين كثير من الناس. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا أن نرحب بالدكتور أحمد دراج، أخصائي بأمراض المسالك البولية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع كنا تحت الهواء أنه عم نسمع كثير أنه صاير شائع، يعني صار من الأمراض الحياتية يمكن العادية مثله مثل أي مرض بيرافق جسم الإنسان بسبب عدة أسباب. اليوم نعرف بداية شو هو الحصى، كيف تتشكل؟ هلا الحصى هي عبارة عن تجمع بلورات. أقرب نظرية هي نظرية كرة الثلج، أنه بتصير بلورات صغيرة شوي شوي بتكبر بالكلية لتصير بحجم كبير. إذا نزلت بالحالة بتكون كثير مؤلمة، بتسبب لنا الكولنج الكلوي اللي احنا بنعرفه. إذا كبرت أكثر من هيك بتستقر بالكلية، وهون الخطورة، لأنه بتصير مانا مؤلمة، بتستمر بتكبر لتشغل كامل حيز الكلية، بالنهاية ممكن تأثر على وظيفة الكلية وندخل بقصور كلوي. نعم. دكتور، خلينا نحكي عن الأعراض اليوم يلي بترافق هذا المرض، وهل هي بتختلف من شخص لآخر؟ هلا الأعراض لا، ما بتختلف من شخص لآخر. الأعراض هي عبارة عن الألم، ألم حاد مفاجئ بترافق بإقياء، المريض ما بيقدر ياخذ وضعية معينة توازي ألم مخاض الولادة. على فكرة غير الإقياء، ممكن أنه عدم راحة بالبطن، أعراض بولية مثل حرقة بالبول، تغير لون البول، ممكن ينزل دم نتيجة تخريج الحصى بالحالب. نعم. طيب، يمكن نسمع أنه اللي عنده حصى له نظام غذائي معين وكان لازم يشرب مي كتير. هلأ حسب نوع الحصى، النظام الغذائي حسب نوع الحصى. إلى أنواع الحصى؟ طبعاً. هلأ في حصيات كلسية، في حصيات حمض البول، في حصيات مختلطة، في حصيات دوائية، في حصيات ناجمة عن الإنتانات، ممكن تكون حصى إنتانية. هلأ إحنا مريض الحصى هو أهم شغلة هاي بدي أحكي فيها. أنا دائما بيجون المرضى انه انا دكتور كان عندي حصى السنه الماضيه وفتتها او سويت لها عمليه ورجعت الحصى. هي طبعا بدها ترجع، لانه السبب الرئيسي بتشكل الحصى هو عباره عن خلل استقلابي بالكليه. هاي الكليه ما بتعيد امتصاص الاملاح، بالتالي الاملاح بتترسب بالنبيبات الكلويه بتطلع للجهاز المفرغ، بيصير عندنا الحصى. فانا اول نصيحه انه اي مريض بتشكل عنده حصى لمره واحده بيصير يتابع بشكل دوري عند طبيب جراحه بوليه، وبيساوي ايكو، بيساوي تحاليل، بحيث انه دائما يكون هو يعني مستعد قبل ما تكبر الحصى وقبل ما يوصل لمرحله الكولنج الكلوي، يكون هو عرفان يقدر يعالج حاله.
هلا بعد المرحله الثانيه احنا صار في عندنا حصى، هالحصى تفتتت واستوصلت جراحيا نزلت لحالها، احنا لازم نحلل الحصى. تحليل الحصى بيعرفنا على نوعها. هلا حصيات حمض البول هي حصيات اسهل شيء الوقايه منها، لانه فينا نضبط احنا حمض البول فبالتالي نمنع تشكلها. الحصيات الكلسيه هلا في اوكزالات الكالسيوم، فوسفات الكالسيوم حسب نوعها. نعم. هاي الوقايه منها صعبه شوي، طبعا بتستوجب دراسه غديه لنعرف انه في خلل غدي ولا بس الموضوع بالكليه. فموضوع هو لازم الواحد يتابعه من اول مره ليتجنب الاختلاطات التاليه للحصيات. نعم. دكتور ذكرت معلومه كثير مهمه، انه الشخص اللي انصاب مرة بالحصى لازم يكون دائما في متابعة. شو السبب؟ هل العمل الوراثي اليوم له سبب علاقة بهذا الموضوع؟ يعني الكلية فيها خلل استقلابي، هذا الخلل هلا دائما إذا بتعرفوا حدا عنده حصيات بيقول لك أنا بصير عندي حصى بالكلية اليمين، ما بصير عنده الشمال، وبتلاقي يعني نفس الأسرة، نفس الأكل، نفس الشرب، نفس الجو اللي عايشينه، فلان بصيبه حصيات، الثاني ما بصيبه، هو خلل في استقلاب الكلية. طبعا احنا مثل ما قلت بدنا نحلل الحصى نعرف نوعه وبعدين نساوي دراسة استقلابية لنقدر نمقي الإنسان من قصة تشكل الحصيات. نعم. طيب خبرنا دكتور، يمكن كنت عم تحكي لنا انه طبيعه الاجسام ممكن تختلف عن من شخص لاخر، ممكن في طبيعه اجسام جسمها قابل لتشكل الحصى حسب نوعه مثل ما ذكرنا. الوراثه هون بتلعب دور، خبرنا ولاي حد ممكن النظام الغذائي في شيء معين بيهيج الالام مثل ما قلنا. لا احنا الوراثه لا ما كثير لها دور، كل يعني ما شغله تورث، بس احنا طبيعه نظام الغذاء، كثر شرب السوائل، وطبيعه المنطقه اللي ساكنين فيها. هلا دائما سكان المناطق الحاره بحاجه لشرب مياه اكثر، ليش؟ لانه دائما الانسان بيفقد جزء من السوائل عن طريق التعرق، فلازم يعوضوا عن طريق شرب الماء. اللي بيتعرقوا كثير، اللي بيشتغلوا بالشمس، عمال الافران، اللي بيتعرضوا لمصادر حراريه، هدول اكثر عرضه لتشكل الحصيات، لانه بيفقدوا كميه كبيره من السوائل مو عن طريق التبول، عن طريق التعرق. فبتكون كمية البول قليلة عندهم، هذا الشيء بيأهب أكثر لتشكل الحصيات. نعم. دكتور خلينا نحكي اليوم عن أبرز المضاعفات يلي عم بتكون، وأبرز المضاعفات اللي بتكون بسبب الألم. درجة الألم هي متفاوتة، هل هي متفاوتة من شخص لآخر أو حسب تقدم الحالة؟ درجة تحمل الألم من شخص لآخر، عتبة الألم مختلفة من شخص لآخر. هلا احنا بداية حديثي انا قلت الحصيات الحالب هي المؤلمة، حصيات الكلية ما هي المؤلمة، رغم انه حصيات الكلية هي اخطر من حصيات الحالب لانه ما بتآلم فالمريض بيهملها. احنا المشكلة الكبيرة اللي بنعاني منها انه مريض صابه كولنج كلوي، اخذ ابرة مسكن، شاف جاره، شاف رفيقه، شاف صيدلاني، ارتاح، انتهى الموضوع هون، ما عاد راجع طبيب. هي عمليا الحصى ما راحت، بس الالم اللي راح بعد فترة 6-7 أشهر بيكتشف انه كليته انتهت، وصل لمرحلة انه الكلية ما عاد فيها وظيفة فقط لانه اهمل الموضوع. انا بشدد على شغلة، زوال الالم لا يعني انتهاء المشكلة. احنا الكلية بتصير بعد فترة كلية صامتة، يعني ما بتعود تحس بالالم وخلصنا بتستسلم للبحصة، فبالتالي شوي شوي الكلية بتضمر لنوصل لمرحلة انه الكلية بتنتهي. وشايفين كثير مرضى استأصلنا لهم كلية من وراء حصى بسيطة 6-7 ميلي. فإحنا أول ما يجي الكولنج كلوي طبعا الإجراء الواجب هو التسكين، وحسب درجة الألم، يعني في ناس على مسكن فموي، في ناس على الإبر، في ناس بنضطر نتداخل نركب قسطرة دبل جي، يعني ما بيعودوا يكون الألم غير محمول عندهم. لا بعد ما سكننا الألم بدنا نشوف هاي الحصى وين موقعها وقديش حجمها وشو التدبير المناسب لها. طبعا احنا حاليا التداخل الجراحي على الحصيات صار كتير قليل، ممكن تفتيت من خارج الجسم، ممكن تفتيت من داخل الجسم عن طريق الليزر او الاوتولايزك الاندوسكوبي، يعني تدبير الحصى صار شيء كتير سهل وشيء كتير بسيط، بس انه الانسان يتابع الموضوع. طبعا تدبير الحصى حسب موقع الحصى، حصات المتانة إلى تدبير، حصات الحالب إلى تدبير، حصات الكلية إلى تدبير. بس أول شغلة لازم أنه المريض يتابع الموضوع، ما يهمل الموضوع. نعم دكتور، يعني كتير صار في تطور بقطاع العلاج وخاصة بتفتيت الحصى مثل ما ذكرنا، تخبرنا كيف ممكن التطور
صار انه بيسهل بعض الالام او العمليات الجراحيه اللي كانت قديما، يعني حتى اللي معه حصى بده يفتتها ما كثير يخاف. شو اشياء الطرق بهي الموضوع؟ هلا احنا سابقا كان اي حصى هي استطباب فتح جراحي طبعا، اذا ما نزلت جراحه كانت عفوي. كان جراحه. هلا احنا حصيات الحاله يعني 1% النسبه اللي بنفتح عليها، يعني 99% بتتدبر بدون فتح، اما تفتيت من خارج الجسم بالامواج الصادمه او تفتيت من خارج الجسم بالاوتولايزك. احنا فينا نفوت في شيء اسمه منظار الحاله ومنظار المثانه، حتى هلا بالفلكسبل منظار المرن فينا نوصل للحويضه ونفتت بشكل مباشر تحت الرؤيه. قديه بتاخذ العمليه؟ هلا حسب حجم الحصى، بس يعني وسطيا بين نص ساعه لساعه. طبعا هو المريض اوت بيشنت، لا بينام بالمشفى لا بيضطر لا في اي شيء، مجرد ما خلصنا الاجراء وصحي من التخدير بيرجع على بيته. نعم. الحصيات الحالب مثل ما قلت لك تفتيت بالليزر او بالاوتولايزك، او فينا اذا حصاه صغيره نسحبها بالباسكت، يعني بنطلعها البحصه فورا من الحالب، لانه ممكن تكون من عقله صاير في ارتكاس بالغشاء المخاطي فما عم تنزل. حصيات الكليه كمان ممكن بالمرن نوصل لها، ممكن بي سي ان ال تفتيت عبر الجلد من خارج الجسم، بحالات نادرة بنضطر للفتح الجراحي. دكتور كنا عم نحكي عن التشخيص والعلاج، حسب اليوم حجم الحصى ممكن يكون في إجراء بسيط أو إرشادات ممكن نحن نزود المشاهدين فيها غير التفتيت أو الجراحي؟ بالبداية قلت أنا موقع الحصى وحجم الحصى. نعم. حصى صغيرة بالحالة بثلاثة أربعة ميلي هاي بتنزل بالعلاج الدوائي بشوية سوائل. حصيات المثانة دائما احنا بنبحث عن السبب، يعني في حصيات المثانة وحصيات الكلية ممكن يكون في سبب خلقي او ممكن سبب تطور، مثلا ضخامة بروستات، تضيق احليل، يعني مو دائما الحصى هي فقط حصى. يعني مشان هيك انا بشدد على موضوع انه الموضوع يتابع، لانه ممكن طفل عنده تضيق وصل حويضي حالبي يؤدي لتشكل حصى. الاهل بيفكروا بالموضوع الحصى هي بيطلع انه في تصنيع وصل وفي عمل جراحي، مو للحصى، هو الموضوع للسبب اللي ادى لتشكل الحصى. احنا اذا حصى بالحالب 3 4 ملي لل 5 ملي 6 ملي ممكن علاج دوائي. طبعا علاج دوائي مو الى الابد، علاج دوائي احنا ل 15 يوم. انا مثل ما قلت الكليه بتساوي كولانجات كلويه بتساوي الام لمده 15 يوم، بيضل الانسان يتالم. بعد 15 يوم ما بيعود يتألم، وهذا انذار سيء اذا ما نزلت البحصة، لانه خاصة الكلية استسلمت بتبلش تصير تغيرات لا عكوسة بالكلية. بعد اليوم 54 لل 64 ممكن تنتهي الكلية وتروح وظيفتها بشكل نهائي، يعني لو امنا البحصة ما ترجع وظيفة الكلية طبيعية. بينما بهالفترة السابقة اذا احنا حررنا الحالب وقدرنا انه نرجع الطريق سالك ونقيم البحصه باي طريقه كانت، الكليه بترجع بتستعيد وظيفتها وبيروح الاستسقاء. نعم دكتور، يمكن السؤال اللي اول شيء بيطرق على بالنا بس نحكي عن اي مرض، طب كيف فينا نحمي حالنا من الاصابه بهذا المرض؟ في طرق معينه ولا في هلا شرب السوائل هو يعني الطريقه الانجع، شرب السوائل بكميات كبيره، حتى صار في اعشاب كانوا يقولوا بتفتت الحصى، هي صحيحه؟ بتفتت البحصه، في اعشاب بتساعد على عدم بتزيد الادرار. هلا هو شرب السوائل بيؤدي لزياده البول، زياده البول بيؤدي لعدم ترسب املاح بالكليه. فهلا في كثير اعشاب، زهره الالماسه، بذره الخله، شرشيب الذره، مغلي البقدونس، مصل اللبن، هلا هاي بتزيد الادرار. كونه زاد الادرار عندنا فبالتالي احنا مثل عم نشطف عم نغسل، ما بنعود نسمح للرواسب انه تترسب بالكليه. طبعا هاي وقائيه. وشرب السوائل احنا حاليا فصل الصيف صار عندنا مختلف، يعني عم تيجي الصيفيات قاسي، فبالتالي لازم الواحد يشرب سوائل كثير ليقدر يعوض التعرق. يعني هو فقد السوائل نوعين، اما عن طريق التعرق او عن طريق التبول. اذا تعرقنا كثير فبالتالي قلت كميه البول، صار كثافه البول عاليه، وبيلاحظ الانسان على حاله انه لونه بوله اصفر صار كثير، صار يحرقه، هذا بيستوجب انه يشرب سوائل اكثر. نعم. دكتور خلينا نحكي عن كميه السوائل معناتها اللي لازم تنشرب، خصوصا وقت نوبه الالم اذا بدنا نقول، هل شرب كميات كبيره بوقتها بيخفف الالم؟ لا لا، وقت الالم بالذات لازم الواحد ما يشرب سوائل. احنا شو سبب الالم؟ معلومه جديده. لانه سبب الالم هو استسقاء الكليه، يعني تجمع البول بالكليه وعدم افراغ الكليه للبول. احنا وقت نشرب سوائل كثير زدنا كميه البول، فبالتالي الكولنج الكلوي او يعني الالم زاد، لانه كميه البول اللي بالكليه زادت.
احنا اثناء انه بيحصرن لازم الواحد يخفف سوائل. شو يعمل؟ يخفف سوائل، ياخذ دواء، علاج دوائي. تمام. بس تيجي الكريزه، يعني هي مثل بالون، هذا البالون عم تنفخيه انت، كل ما نفختيه اكثر كل ما تمدد. احنا المحفظه الكلويه هي سبب الالم، فكل ما تمددت المحفظه الكلويه كل ما زاد الوجع. احنا بنخفف الاستسقاء على الكليه، فبنخفف شرب سوائل. سابقا كانوا يقولوا انه زيد شرب سوائل او حط له سيروم ملحي مع لازكس بتزيد الادرار فبتدفش البحصه. لا، هلا الدراسات تقول بالعكس تماما، لازم تخفف سوائل فقط اثناء النوبه. اثناء النوبه. طيب دكتور، مثل ما قلنا يعني في كثير انواع مسببه للحصى، وكلنا عم نحكي عن الرمل كمان. هلا نص العالم مع رمل، فكمان اعطيهم نصيحه هيك حتى ما تتشكل. مفهوم الرمل هو مفهوم مطاط، يعني ما في شيء بال انه الواحد عنده رمل. هو عباره عن حصيات لكن قطره صغير، 1 ملي 2 ملي، ما في شيء اسمه رمل. تكلسات، يعني هي اللي بتتجمع على بعضها. انا مثل ما قلت لكم بالبدايه نظريه كره الثلج بتصير بحصه، فانه انا معي رمل ما بصير معي حصيات، لا هي رح يصير عنده حصى اذا اهمل الموضوع. نعم. دكتور، كميه الماء لازم تنشرب لترين لثلاثه؟ 3 لتر اجباري. طبعا اللي بيعملوا قلت لك بظروف بيتعرقوا كثير لازم يزيدوا الكميه. تمام. بدنا نتشكرك كثير دكتور احمد على كل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها لليوم، وان شاء الله السلامه والصحه لجميع مشاهدينا. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا.